السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل لا نبدأ بالتفاصيل أتمنى تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى توصل لك كل أخبارنا العاجلة والمهمة. هاي قناتنا على التليجرام، اللي يحب ينضم إلها رابطها راح يكون أسفل الفيديو بالوصف. عاجل الخبر الأول، مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني يعلن أن يوم غدا الخميس هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد. وكل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والخير والسلامة. وايضا الامانة العامة لمجلس الوزراء تحدد ايام عطلة عيد الفطر. تبدأ عطلة عيد الفطر المباركة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 13/5، وتنتهي يوم الاحد الموافق 16/5، على ان تستمر الاجراءات فرض حظر التجوال الشامل التي اقرها مجلس الوزراء لغاية 22/5. يعني عطلة عيد الفطر راح تكون عطلة تبدي من يوم الخميس، من باكر تبدي وتستمر إلى يوم الأحد، تنتهي يوم الأحد. وطبعا هذه الفترة ماكو، حتى الطلاب أيضا ماكو لهم يعني دروس إلكترونية، ما يرسلوا لكم، حتى تعليم إلكتروني هم يتوقف خلال هذه الثلاث أيام من 13/5 إلى 16/5، تتوقف الدروس الإلكترونية للطلاب. وطبعا مو كلها يعني، بس هذه المدة، والحظر الشامل ينتهي يوم 22/5. وأيضا تصريح بخصوص خبر اعتماد درجات نصف السنة، وكذلك موعد إصدار القرارات وموعد الامتحانات الوزارية. تابع اللقاء وبعدين راح أوضح لكم كل شيء. يعني ممكن اليوم كان خبر جدا مشاع على أنه وزارة التربية اعتمدت درجات نصف السنة بإنهاء العام الدراسي. لا يوجد أي قرار بما يخص هذا الموضوع، أي قرار لنهاية العام الدراسي لم يتخذ. هناك نعم. ممكن تكون هناك اجتماعات بعد عطلة عيد الفطر المبارك، على أثر هذه الاجتماعات ممكن تبادل وجهات النظر والآليات والحلول لما يخص العام الدراسي الحالي، أو اختبارات للمراحل المنتهية وغير المنتهية وتحديد جداول. نعم، إذن طبعا مثل ما سمعتوا، وزارة التربية وعن طريق المتحدث باسم الوزارة حيدر الفاروق وبشكل رسمي نفت الأخبار اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتماد درجات نصف السنة لطلاب المراحل الغير منتهية، وأكد أن الوزارة لحد الآن ما اتخذت أي قرار، وكل القرارات حاليا راح يناقشوها خلال الاجتماع الحاسم اللي راح ينعقد إن شاء الله بعد العطلة مال عيد الفطر. راح يناقشون كل شيء يخص العام من قرارات ومناقشات وجداول، وإن شاء الله ينطون أخبار تفرح جميع الطلاب. ننتظر بعد العيد وإن شاء الله نتأمل خير.